من النهارده وانا عمال اجهز لحاجه كبيره، هنتفرج على برشلونه اخيرا، اخيرا هنتفرج على برشلونه. النهارده هو بيلعب ريال مايوركا، مفترض بقى ان برشلونه هيكسر الدنيا وبتلعب فرقه مركز 18 في الجدول، والدنيا هتكون بالنسبه لك سهله وفي البيس وهتنزل تعمل سكور، وخصوصا يعني انه لو انتوا الاثنين في الحاله البدنيه تكونوا سيئه، مفترض ان لعيبتك انت عندهم خبرات وعندهم مهارات، وطبعا عندهم ميسي صاحب الكوره، يعني الموضوع يكون بالنسبه لنا مفيهوش مشاكل كتير، الدنيا هتكون سالكه. بس قعدت افكر ما بيني وبين نفسي اللي هو يا اسطى، ما احنا قبل الازمه بتاعت الكورونا دي اللعيبه كان عندهم ازمه بدنيه واللعيبه كان عندهم مشاكل بدنيه، غير الفرقه كان عندها مشاكل فنيه. قلت خلاص مش عايز اداء، انا عايز مكسب، واللي حسبته لقيته بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، برشلونه بيكسب ريال مايوركا 4-0 4-0، واحلى حاجه فيهم البصمه الرابعه بتاعت ليونيل ميسي اللي هو الحمد لله على السلامه يا عم الحاج، اخيرا رجعنا بقى والكوره رجعت والدنيا هتظبط بالنسبه لنا. انا اخوك اسلام حنفي ودي كمان اسمها اسلام حنفي بالصدفه البحته، مش تخسر حاجه لو عملت لايك او كمان ممكن تزودها وتدوس على علامه الاشتراك في القناه، مش تخسر اي حاجه. يا صديقي الفاضل، يا اخي العزيز مشجع الكتالانيا من هم ينتمون لبرشلونه، بص يا صديقي عايزين نتفق مع بعض اتفاق كده جنتلمان، لو احنا مستنيين من الفرقه دي اداء كويس الموضوع هيبقى بالنسبه لنا صعب وهنزعل كلنا، لو مستنيين من الفرقه دي انتصارات ولما يخسروا نبدا نقطع في الجهاز ونبدا نقطع في اللعيبه، فهو ده اللي احنا مضطرين نعمله مع الاسف الشديد، لانه واضح جدا ان الجهاز ما عندوش افكار هجوميه وما عندوش افكار ابداعيه يبني عليها طريقه لعب جديده او يكمل بال 4 3 3 او يرجع لافكار اللي هو لعب بيها اول ماتشين من اول ما جه او اي حاجه خالص. بس احنا بنتكلم على حاجه بسيطه اللي هو ازاي باريس وايت شمال اساسا، بس عادي بجمله ان هم فشلوا ناحيه الشمال احنا نحط باريس وايت ناحيه الشمال، اهو الواد جاب لك جون بقى البس بقى واعمل اي حاجه. انا اللي اعرفه في الكوره الامانه بتاعت ربنا انك لما بتبدا ماتش وبتجيب جون في الدقيقه الاولى السيناريو بيبقى خدمك والدنيا بالنسبه لك بتكون زي الفل، تجيب الثاني والثالث والرابع وتحط على الفرقه اللي قدامك، خصوصا ان الفرقه اللي قدامك هتكون مرهقه وميته نفسيا من الهدف اللي هي لبسته في اول دقيقه، ده هتكون عندهم صدمه، والصدمه دي فضلت لحد الدقيقه 20 بس، لحد الدقيقه 20 انت مش عارف تعمل اي حاجه وانت عمال تمشي الكوره، لدرجه ان انا قعدت افكر طب لو الجون ده ما جاش في الدقيقه الاولى كان الوضع بالنسبه لنا عامل ازاي. بعد كده لقيت الروح الانهزاميه الغير طبيعيه لما بنلعب بره الكامب نو رجعت تاني ودبت فيها الروح والفرقه فجاه سابت الكوره لمايوركا ونرجع ندافع. طب يا جماعه ده احنا كسبانين والماتش سهل ومفيش جمهور والحياه حلوه، واحنا مفترض ان احنا لو احنا الاثنين بدنيا هنقع يبقى احنا هنكون فنيا اعلى، لا احنا هندافع. طب ندافع ليه؟ قعدنا ندافع وتير شتيجن يصد وكوبو عمال يعمل جيم علينا مثالي والدنيا بالنسبه لنا كانت بايظه خالص، لحد ما كالعاده يعني من العدم بنحرز الهدف الثاني براسيه ممتازه كصناعه هدف من ليونيل ميسي، بيقدر مارتن بريسواي تجيب بيها الهدف الثاني علشان نخلص على المباراه كلينيكيا، وكالعاده يعني بعد الهدف ما جه رجعنا ندافع ثاني اللي هو طب ما احنا كل بنهاجم بيجيب جول، طب ما نهاجمش ثاني ليه؟ لا ما انا عندي مشكله في نص الملعب، مش عارف استحوذ على كوره ومش عارف امشي كرة لقدام، انا كل ما امشي كرة لقدام مشيها بالعرض وبستنى ان ميسي ينزل يدور على ان هو يصنع اللعب جريزمان او بريس وايت، غير كده انا نص الملعب بتاعي عمال يباصي باصات بالعرض اللي هو يا جماعه طب هنلعب لقدام يا نلعب لقدام يا نلعب لورا، لا احنا بنلعب بالعرض بس. بس عادي انا مش يعني انا ما اتفاجئتش من ان بوسكوتس بيعمل كده، انا بتفرج عليه بقالي كتير قوي بيعمل كده فطبيعي جدا ما انبهرتش خالص. اما لو انت بقى منبهر وشايف ان احنا كنا مفترض نقدم اداء كويس والكلام ده فالموضوع كان صعب بالنسبه لك. الشوط الثاني بقى يا معلم مفترض انك داخل 2-0 والفرقه اللي قدامك هتفتح والدنيا هتكون بالنسبه لك سهله قوي، يعني مفترض ان انت تكون على الاقل عندك لعيبه نص ملعب بيقدروا يسيطروا على الكرة علشان خاطر تعمل هجمات لان الفرقه اللي قدامك خطوطها تكون فاتحه وهتظبط الدنيا. لا ما انا مش عايز افاجئك اقول لك ان انت نص الملعب بتاعك في ده انقرض بعد ما جاب الجون الاول واختفى تقريبا. فرانكي كان بيحاول وكان بيعمل كل المجهود اللي يقدر عليه، خصوصا برده في المره ال 2000 ما بيلعبش في مكانه والراجل بيحاول يعمل اقصى حاجه يقدر عليها، والراجل الامانه النهارده شارك في الهدفين وكان جيد. طيب نظبط الدنيا بقى ونهاجم بقى، لا بص هو انا هنزل راكيتيتش من بدايه الشوط اللي هو طب ماشي راكيتيتش بيستحوذ على الكوره وبيعرف ان هو يعمل هجمات، بس راكيتيتش مفترض ان دماغه بره الملعب، انا همشي ولا هقعد والدنيا تكون بالنسبه لي عامله ازاي؟ غيرنا فيتال. بعد كده بوسكيتس خلاص تعب وجاب جهاز، نغير بوسكيتس ونرجع فرانكي ديونج اللي كان يا دوبك بيحاول يعمل الدور اللي انتوا عايزينه يعمله، نرجعه لمكانه الاصلي اللي هو لعب ديفندر وننزل ارسل ميليو بارسل وفرانكي وكمان راكيتيتش. انا عن نفسي كبرشلونه بتمنى جدا 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 ان انا الاقي التركيبه دي موجوده اساسيه، لان بصراحه ربنا هم الوحيدين اللي ممكن يدونا امل ان الفرقه تعرف تعمل خط نص كويس ويعرفوا يطلعوا كره لقدام سواء راكي او ارسل، وممكن الاثنين يلعبوا مع بعض عادي جدا مش هنخسر حاجه، يعني احنا بنستحمل فيدال وبنستحمل بوسكيتس وقدامه فرانكي فمش هنخسر كتير لو كملنا بالتركيبه دي.
خصوصا كمان ان احنا كل ما بنروح بهجمه بنكتشف دفاع مايوركا سهل، ما انا ممكن اجيب جون اهو يابا. ما انا بقول لك الكلام ده من اول دقيقه، دي فرقه بتهبط والدفاع بتاعها سيء. علشان كده الكورتين اللي رحناها بهم قبل الهدف الرابع كان الكور خطيره جدا، وكمان جوردي ألبا بيجيب جون، اخيرا جوردي ألبا جاب جون يعني. بس ميسي هو اللي كان بصيها له يعني، جوردي ألبا لو حد تاني بصيها له كان هيرفع وشه يشوف ميسي فين ويبصيها له، انما ميسي بقى لهم بصيها له، فجوردي اضطر ان هو يحرز الهدف الثالث. الهدف الثالث اللي مفترض ان هو يكون قتل مايوركا، لا مايوركا برده لسه بتهاجمنا ولسه بتحاول. طب يا جماعه الماتش خلص طيب، بس احلى حاجه بقى في الماتش هي الاسيست بتاع سواريز لميسي. ده خلاص يابا عوده حميده يا عم بوستوليرو، والله العظيم اتلطمنا من بعدك كتير، عمالين ننتقدك اه بس لما بتغيب بصراحه بنحس بقيمتك. مفيش مقارنات يا جماعه، يا جماعه بوستوليرو ما يتقارنش مع حد، هو ميسي خلاص يا جماعه، دول من الريحه الجميله اللي جابت لنا دوري الابطال، الريحه اللي شكلنا مع كيكي واللي زيه عمرنا ما هنشمها، لان وان مان شو ما بيبقاش هو البطل في النهايه، لان ممكن تكون بالفرديات بتكسب شويه انتصارات، انما بالفرديات والهوبا اللالا اللي احنا عايشين فيها في برشلونه دي، فربنا يستر على الدوري اللي احنا فيه ده. يعني مفترض يعني ان احنا داخلين في منافسه حاميه مع الريال، والفرق بقى 5 نقط دلوقتي. يا جماعه نحافظ، انا مش طالب منكم اداء، انا والله عارف ان انتم مش فرقه تقدم لي اداء كويس زي اللي انا كنت بتفرج عليه ايام بيب، بس انا بس كله طالب منكم تستمروا في المكسب، عشان لو ما استمرتوش في المكسب هنرجع نركز مع كل اللي انتم بتعملوه، ولو ركزنا مع كل اللي انتم بتعملوه هنزعل من بعض كتير والله يا صديقي. بص يا صاحبي، احنا النهارده الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا 4 تجوان وخلصنا الدنيا بالنسبه لمباراه بتاع مايوركا، انت برضو خلص الدنيا بالنسبه لي واعمل لي لايك يا معلم، مش هقول لك اعمل شير عشان الحاجات دي عيب وحرام والحاجات دي متعمل، اعمل سبسكرايب مش تخسر حاجه والله.